الموضوع بتاعنا بقى يا جماعة اللي هنتكلم فيه دلوقتي هو موضوع اسمه الفيلان. ايه بقى موضوع الفيلان ده؟ كنا زمان بنقول ان احنا السويتش بتاعنا كله هو وان برودكاست دومين اهو، يعني كل الناس اللي موجودة على السويتش ايه؟ شبكة واحدة، فبقول عليه وان برودكاست دومين. ركز قوي بقى، الموضوع ده مهم جدا. قابلتنا مشكلة في الموضوع ده. ايه المشكلة بقى يا معلم؟ المشكلة لو انا عندي عمارة، عندي مبنى عندكم في الكلية، والمبنى ده فيه شوية ادوار اهو، فيه 3 4 ادوار كده، وعندي يعني في الكلية 3 اقسام: قسم للماركتينج، قسم للمبيعات، قسم للاي تي، وعندي في كل دور موظفين قاعدين، شويه في الماركتنج شويه في المبيعات وشويه في الاي تي، تمام؟ فباسم قال لهم تمام قوي، تعالوا بقى نعمل لكم الشبكه بتاعتكم، نجيب سويتش للماركتنج مع سويتش للمبيعات مع سويتش للاي تي، وهنا سويتش للاي تي مع المبيعات مع الماركتنج، مع الاي تي مع المبيعات مع الماركتنج، واي تي مبيعات ماركتنج، وبعدين اجمعهم كلهم على ايه؟ على سويتش بتوع التسويق اهو، وبعدين بتوع الاي تي برضو اجمعهم على ايه؟ سويتش تاني، وبعدين بتوع المبيعات اجمعهم على سويتش ايه؟ تالت اهو، صح كده؟ وبعدين في الاخر هربط لكم كلهم على ايه؟ على راوتر اهو، السويتش ده، السويتش ده، السويتش ده، تمام يا عم باسم. هيتكلف كام؟ يا بسيطه قوي، 200 الف ولا حاجه. خلينا مش عايزين ما عملناش الكور ده، صح كده؟ هنا عملناش، تمام. حتى لو عملت الكور يعني انا بحكي لك كونسبت بس، طبعا انا مش عامل تمام خلاص. فده طبعا مبدا غلط، فعشان يحلوا الموضوع ده قال لك لا، انا ممكن السويتش بتاعي ده اهو اقسمه لاكتر من نتورك. يا نهار ابيض، يبقى عندك السويتش الواحد عليه ناس في التسويق وعليه ناس في المبيعات وعليه ناس في الاي تي، والناس بتوع التسويق يكلموا بعض، بس الناس بتوع المبيعات ما ينفعش يكلموه. يا نهار ابيض، انا وفرت في الفلوس جدا. كلهم دول على شبكة ودول على شبكة، على سويتش واحد، على سويتش واحد. فاهميني قصدي ايه؟ يعني السويتش من الاخر هقسمه لاكتر من برودكاست دومين، كل مجموعة من البورتات هحطها في شبكة لوحدها. ده انا وفرت في الفلوس كتير، ده انا بدل كنت ما هجيب لكل واحد فيهم سويتش 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 في كل دور، شكرا، وحدد لهم البورتات بتاعتهم. هو ده مفهوم الفيلان. ده زائد كمان حاجة عندي، أنا السويتش بتاعي بيبقى فيه 24 بورت. تصوروا كده واحد بيعمل ار بريكوست برودكاست، صح؟ فالبرودكاست بتاعك يروح لل 24، لا ده هيقلل حجم البرودكاست فهيزود لك السكيورتي. يعني كل برودكاست لمجموعة، الله يكرمك، كل برودكاست لمجموعة من البورتات معينة، يبقى هو زود عدد البرودكاست بس عمل ايه فيها؟ قلل حجمها، صح كده؟ يبقى فايدة الفيلان الاول، ها تعال نكتبهم كده عشان الراجل ده بيهرش في دماغه مش فاهمهم. فايدة الفيلان، ها نعمل ايه؟ يقلل الكوست، ريديوس الكوست. تاني حاجة هيزود عدد الشبكات على السويتش، انكريس ايه؟ برودكاست، اكتر من برودكاست، الله يكرمك، دومينز نمبر، هزود ايه؟ عددهم، صح كده؟ هزود عدد البرودكاست، عندي بدل ما كان في برودكاست واحد بقوا ثلاثة. بس يا معلم هيعمل ايه بقى؟ هيشرينك. شرينك يعني ايه؟ يقلل، يكمش. ها؟ برودكاست دومين سايز. مش فاهم. حجم البرودكاست. مش فاهم برضه، ولما تقلله هتعمل ايه يا عم باسم؟ تصور كده انا عندي 24 بورد. كنا زمان لما حد يجي ياخد اي بي، فاكرين اول رساله كان اسمها دي اتش بي ديسكفر، رساله برودكاست في كل شبكه،
فكانت الرساله بتاعتك تطلع يا ابو حميد تروح للجهاز ده والجهاز 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 ده تروح لكل الناس صح كده. ولما تجي لك يا عم باسم والله لو انت مش شغال دي اتش بي سيرفر توقع الرساله فالراجل ضيع باندويتس على الفاضي صح. ده زائد كمان ان ممكن احتمال يكون حد بيعمل اتاك عليك جوه السويتش فضد السكيورتي. لا ده دلوقتي احنا بقينا ايه والله دول مع بعض في شبكه على خيره الله مع نفسه دول مع بعض في شبكه دول مع بعض في شبكه. يعني الجهاز ده لو بيعمل برودكاست دلوقتي يروح لمين؟ للاثنين دول بس. الله يكرمك. فانا زودت كده السكيورتي اهو كده لما هعمل كده هزود ايه انكريز ولا اي حاجه خالص ولا اي حاجه خالص. بيتعامل يا عم محمد هو سويتش واحد فيزيكال حقيقي وثلاثة فيرشوال أربعة فيرشوال ها عادي جدا. انت قسمتهم مش قسمتهم شبكات عامل لين البروس اللي انت عايزه بقى ده كل شغل سكيورتي بعدين لما اخلص اس ان اي انا بنتكلم في الموضوع بتاع السكيورتي تمام كده ها فهمت انا عايز اعمل ايه. طيب لو انت بقى عندك لو انت عندك تصور كده مبنى اهو والمبنى ده ثلاث ادوار حلو يا معلمين في كل دور هجيب سويتش وانا عندي في الشركه ثلاث اقسام فكل سويتش هقسمه ايه ثلاثة. تصوروا لو انا ربطتهم ببعضهم 10 لو هي دي الفلان رقمها 10 تكلم 10 تكلم 10 يا عم الجمال ده و20 تكلم 20 تكلم 20 و30 تكلم 30 تكلم 30 شوف شوف بقول ايه موظف. طب بذمتك يا اخي لو انت ما فيش عندك الفيلان وعايز توصل الموظف ده مش كنت اشتريت له سويتش على الاقل 8 بورتات صح. انما دلوقتي انت ممكن تخلي الفيلان 10 ما لهاش غير بورت واحد على السويتش اللي فوق الفيلان 20 لها 5 بورتات الفيلان 30 لها 8 ايه المرونه اللي عندك دي؟ يعني كمان انت مقسمها سويتشات والسويتشات احجامها مش متساوي على حسب الموظفين اللي عندك بالظبط تمام. بقول لك عندي موظف قاعد في دور الرابع انا هقول له انزل عشان انت مع السوشي بتاعك لا يا عم خليك قاعد في رابع بس حاجز لك بورت تبع الاتش ار فوق تبع شؤون الطلاب فوق تمام. فدي كمان الفيلان كمان بتقدم لك حاجه اسمها ايه فليكسيبيليتي مرونه. يعني ايه المرونه يا جماعه؟ يعني في اي وقت عايز بورت احجز على قد الموظفين اللي عندي بالظبط اهو. يعني مش شرط لما اجي اقسم السويتش لا والله انا هحجز بورتين للمبيعات مفيش غير اتنين موظفين هحجز 10 للتسويق هحجز 5 للاداره ومال والباقي ممكن اخده برضه في لان واركنه عشان ما يخش معاهم مثلا اقفله خالص يا عم ما اركنوش اقفله لحد ما اجي استخدمه تمام. يبقى انا وفرت زودت السكيورتي فليكسيبيليتي ملهاش حدود ها. تيجي بقى نشرح الفيلان ازاي بتتم. تعال نشرح بقى الفيلان ازاي بتتم. مفيش حد مش شغال سويتشنج الا مطبق مبدا الفيلان. سويتش واحد هرميه كل الاقسام كل قسم منهم عامله فيلان تمام. تعال بقى نشرح الفيلان. هتحط لي ام الفلاشه بتاعتك لحد ما اوصل الجهاز. انا ما حطيتش الفلاشه. ايوه انت حط الفلاشه بتاعتك انا بس بوصل لك ام اليو اس بي. انت جايب الفلاشه معاك ليه؟ لسه جايب الفلاشه النهارده الفلاشه اول يوم يعني بقى نقعد نعطل نفسنا بقى ها. يلا كده تعال نشوف الفيلان ها الفيلان بتاعتنا ها سته. طب اجري هاتها بقى الفيلان بتاعنا الفيلان بتاعتنا دي نوعين لما نيجي نعملها. نوع اسمه استاتيك فيلان ونوع اسمه دايناميك فيلان. الاستاتيك فيلان بيسموه ساعات البورت
بيزد فيلان. اما الديناميك فيلان بيسموه ماك بيزد فيلان. تمام؟ تمام؟ يبقى البورت بيزد ايه؟ فيلان والماك بيزد فيلان. ده المور كومن. ده اللي هتلاقيه في السوق على كل السويتشات. قصته ايه يا عم محمد ده؟ قصته ايه؟ ان انت بتيجي كده عندك هنا اهو تقسم تقول والله من البورت رقم واحد للبورت رقم خمسة تبع المبيعات، من البورت رقم ستة للبورت رقم عشرة تبع التسويق، من البورت رقم 11 للبورت رقم 15 تبع الاي تي. اهو يعني عنده جدول كده السويتش فيه البورت وفيه رقم مين الفيلان، يقول لك من البورت رقم واحد للبورت رقم خمسة تبع الفيلان اللي رقمها 10 اللي هي اسمها مين المبيعات، من البورت رقم 6 للبورت رقم 10 تبع التسويق اللي هي الفيلان رقم 20 اهي، من البورت رقم 11 للبورت رقم 15 تبع مين فيلان 30 اللي هو مين الاي تي. طيب النوع الثاني وده اللي شغال وده اللي موجود على كل السويتشات اتش بي وسيسكو وغير سيسكو. لو ايه؟ لازم الماك اللي هو البورت بتاع الجهاز بقى. لا انا مش دعوه بالماك بقى دلوقتي، هو بيقسمهم فيلانات بناء على البورت. ماشي بقى على البورت بس مش لازم البورت. لا ملوش دعوه بالماك خالص. لو انت عايز بقى تلبس البورت بقى على الماك اعمل بورت سكيورتي. انما انا دلوقتي معروف من البورت رقم واحد للبورت رقم خمسه تبع الفيلان بتاع المبيعات. والله شديت اي كابل حطيته من واحد لخمسه الراجل ده هياخد اي بي من المبيعات. حاجه ستاتيك كده. حلو، كان عندك ثلاث سويتشات، واحد بادئ من واحد لحد خمسة والتاني بادئ من ستة لحد عشرة والتالت بادئ من 11 لحد 15. منين الكابل اللي جاي ده جاي مبيعات؟ يعني ايه اللي بيعرف السويتش ان الكابل ده جاي من المبيعات؟ ما حاجه السويتش ما يعرفش حاجه، انت اللي هتحطه انت بايدك. انت اللي هتحط البورت، انت اللي عارف بقى البورت ده كذا كذا ده بتاع مين. انت اللي عارف بقى، لا تخش بقى على السويتش تتشيك هو مين تبع مين. السويتش ما هوش عارف. انت بتقسمها. السويتش بقى بتقسمها انت في الاول وشكرا، السويتش بيحفظ بقى. حد توصل من واحد لخمسه يرمي في المبيعات بالظبط كده. تمام. لا النوع الثاني بقى اسمه الماك بيزد فيلان. القصه ازاي بقى؟ القصه ان السويتش بتاعك بيخزن الماك والفيلان، وده عملوه عشان الحاجات الوايرلس. انا عندي اكسس بوينت على حسب الماك اللي داخل هرمي في الفيلان بتاعته. يعني يقول لك الماك اللي اسمه اكس تبع المبيعات، الماك اللي اسمه واي تبع التسويق، الماك اللي اسمه زد تبع الاي تي. بس الاول والله الماك بتاع اللاب بتاعك وصلته ببورت، دخلته وايرلس، دخلته باي طريقه على السويتش، هو بيتشيك الاول على الماك يشوف الماك ده تبع انهي شبكه بالظبط. طب مين اللي بيخزنهم؟ ده لازم الادمن يسجلهم فين في الاول لما الموظف يخش. الماك السويتش من دعوه اي بي. انا كده عندي بخش على السويتش، انت موظف عين جديد، عينتي في قسم ايه؟ التسويق. تمام. اللاب بتاعك الماك بتاعه ايه؟ ادهولي. هو مديني الماك، هو مدخل على السويتش مسجله. الراجل ده تبع التسويق. بالظبط، دي متعبه في كده. ان انا هقعد اسجل الاجهزه كلها اللي عندي فين؟ في الماك ادرس تيبل، بس ممكن لو عندك الدومين كنترول لما نيجي نتكلم على السيستم تلقطهم من الدومين كنترول على طول. انا بفكر حاجه ثانيه، بفكر مثلا مثلا الايباد مثلا يا عم احنا في سويتش، احنا في سويتش يا عم، احنا في سويتش، احنا في سويتش صح كده. بس النوع ده مش منتشر، ده هو سويتش واحد بس، موديل واحد بس اللي في سيسكو بيعمل الكلام ده. وبيسموا السويتش ايه؟ بيسموا السويتش ايه؟ السويتش اللي بيعمل كده فيلان ممبرشيب بوليسي سيرفر. اهو فيلان، فيلان ممبرشيب بوليسي سيرفر. مطلوب منك النهارده تروح تعرف نوع السويتش ده ايه في سيسكو. لو كتبت سيسكو موديل في ام بي اس هيجيب لك نوع 4000 وشويه يعني. ممكن استنى افتح كورس. تمام. هل هو ده بقى السيسكو بس ولا ينفع تقول لا ده السيسكو بس، كل الاجهزه شغاله النوع الاولاني.
الاولاني اللي هو الاولاني اللي هو اللي هو ستاتيك بورت او اللي هو بالبورت. بس التاني استخداماته اكتر لان انا بقى الدنيا كلها دلوقتي يا ابو حميد راح موبيليتي راح موبايل وكلام من ده, فمحدش مربوط بسلك فمحدش مربوط ببورت. بس لها حل برضو على النوع الاولاني. بس ما اقولك ده النوعين الاثنين اللي موجودين, انتوا فهمتوهم النوعين الاثنين شغالين ازاي؟ هنركز بقى على النوع الاول لان ده اللي علينا وده اللي موجود على طول. حلو الكلام. تعال نشوف النوع الاول بقى ازاي بكريت الفيلان. هناخد بقى دلوقتي امبلمنتيشن. امبلمنتيشن يعني ازاي ننفذ الفيلان على السويتش اوف. نرجع للصفحه الفيلان. لا معلش احنا خدناها كده على السريع. ماشي قول. ها لا بالنسبه دلوقتي للماك. اه ماشي. احنا دلوقتي ندخل الماك. ايوه انت كادمن. انا كادمن بدخل المكان ده مثلا تبع الاتش ار ده مثلا تبع اكيد ده الله يكرمك. خلاص بقى بخش خلاص تمام. عاوز اضيف تاني. تخش تاني تضيف. برجع بقى ادخل السوشيال. انا كنت عملت مثلا ايه 10 مثلا للايكين تمام وغير الموظف يعني ارجع ما لا انت ما بتعملش 10 انت بتعمل على الاد عندك يعني قصدي 5 هم موجودين 5 موجودين في المكان تمام. عايز اضيف تخش تضيف. اضيف ازاي؟ احنا عملنا 5 هنا و10 هنا و10 هنا. انا ما عملتش 5 10 انت ضيف النوع الاولاني يابا. يابا ضيف النوع الاولاني. اه ما فيش تحديد فيها. ما فيش تحديد فيه. صح كده. اللي هاد اللي يجي حطه خلاص زياده عادي. ايوه كتير. المكان ماشي تمام. انا فهمتني كده 5 و10 ده النوع الاولاني. ايوه حلو كده. بس طيب. كده بيديك على البورتات اكتر بحيث ان اللي مش شغاله انا بنزل مكان البورتات اي شبكه من دول. هو انتوا ليه زعلانين من الموضوع؟ بصوا يا جماعه النوع الاولاني من منطقه بسيطه. ثواني بس ثواني بس ثواني بس ثواني بس الله يكرمكم كده حبيبي 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 ثواني بس يا عم باسم ثواني بس هقول لك. طيب الامبلمنتيشن بقى بتاع الفيلان. اول حاجه يا شباب عشان اكريت الفيلان الاول لازم اضيف الفيلان على السويتش. يبقى اعمل كرييت للفيلان والخطوه الثانيه اضيف جواها البورتات اد بورتس جوه الفيلان. انا كده بتكلم عن النوع الاولاني من الفيلان هو ده اللي علينا. الاول اكريتها انشئها على السويتش وبعدين احط فيها البورتات اللي انت عايز تحطها فيها بقى. طب علشان اكريت الفيلان كل فيلان لازم يكون لها رقم نمبر وكل فيلان لازم يكون لها نيم اسم. الارقام بتاع الفيلان ده لازم. طب انا لو ما حطيتش الاسم هو يحطه لك. لا ايه سمالك اي اسم. يبقى لازم احط لكل فيلان ايه رقم. اما النيم بتاع الفيلان اي حاجه. طب الرقم بتاع الفيلان ده بياخد ارقام من كام لكام؟ بص يا معلم لما نيجي نحط ارقام الفيلان ركز ده معايا عشان ما تذاكرش كتير يعني ما تقعدش تقرا. النمبر بتاع الفيلان ده رقم من الواحد لحد 40096 اسف 4096. يا نهار ابيض انا على السويتش الواحد ممكن اكريت 4096 فيلان. كريتهم يا عم محدش هيقول لك حاجه. ما ترجعش بقى تقفل لي دماغك وتقول لي هجيب لهم منين بورتات. انا ماليش دعوه عندي بورت فيه 10000 بورت. ماشي ما انا ماليش دعوه بالمواضيع دي كلها. انا اهم حاجه الكوماند بتاعي بيجيب لحد 4096 صح. تمام كده. يبقى انا عندي الايه ارقام البورتات يعني ارقام الفيلان ايه اقدر احط 4096 فيلان على السويتش الواحد. الرينج ده يا عم محمد مقسوم حتتين رينج نورمال ورينج يا عم احمد اكستندد. الفيديو شغال اه امال ايه. رينج نورمال ونرج ورينج اكستندد. النورمال رينج من الواحد لحد 1005 يعني انا لما انا اجي اشتغل واحط ارقام البلاد المفروض يا عم باسم احط من واحد لحد 1005 ما زودش عن كده تمام خلاص كده. ده بيسموه الرينج العادي. والرينج ده هو اي فيلان بتكريتها بتخزن على الفلاش في ملف اسمه فيلان دوت دات. يعني ممكن حد يجي كده ايه يقوم عامل لك اريز فلاش فيلان دوت دات مطير لك كل الفيلان انت عملتها. يبقى الملف اللي بيتخزن فيه ارقام الفيلان والبيانات بتاعتهم اسمه فيلان دوت دات موجود فين؟ جوه الفلاشه بتاع السويتش. دا
ده الحاجه الوحيده اللي في الكونفيجريشن بتخزن جوه الفلاش بتاع السويتش. حلو الكلام. طيب الاكستندد لو انزنقت يعني خلصت الرينج ده وانزنقت عندك من 1006 لحد 4096 وده بيتخزن فين؟ في ال ان في رام في برضه في ملف اسمه فيلان دوت دات. يبقى انا شغال على النورمال خلصته وانزنقت اخش على الاكستندد. الفيلان دوت دات اللي هو اللي اسف النورمال بيدعم حاجه اسمها الفي تي بي بروتوكول. ده ما بيدعمهاش وهناخدها الفي تي بي بروتوكول. ده الفرق ما بينهم. وهتعرف يعني ايه في تي بي. ده جزء من نازل في الفيرجن الجديد بقى. جديد خالص. اللي هو الفي تي بي. هناخده مع الفيلان. يعني نخلص الفيلان ونخش عليه. شابتر اسمه الفي تي بي. النورمال رينج بيدعم الفي تي بي. هو ايه الفي تي بي؟ هقول لك بعدين. الاكستندد رينج ما بيدعمش. يعني تاني نرجع لموضوعنا هو انت كنت بتتكلم فيه اساسا؟ هو انا كنت بتكلم عايز اكريت الفيلان. فقلت لك كل فيلان لازم يكون لها رقم ولازم يكون لها اسم. الرقم شرحته لك دلوقتي وقلت لك الارقام من رينج كام لكام ومقسومين حتتين صح كده. والاسم ممكن ما تكتبش اسم وهو يكتبه لك بمزاجه. ازاي يعني؟ انا ممكن دلوقتي اخش على السويتش اهو بتاع الباك تريسر حلو الكلام. اهو هذا السويتش بتاعي اهو 2960. هو السويتش متكرت عليه فيلان الاول قبل ما كرت عليه فيلان واحده بس. السويتش متكرت عليه فيلان واحده موجود جواها كل البورتات اسمها فيلان واحد وعشان كده كل البورتات بتكلم بعضيها لانهم جوه ايه فيلان واحد. يبقى السويتش لو انت ما كرتش عليه بورتات الفيلان يا محمد لو جيت عملت انيبل كده شو ده كوماند جديد اهو فيلان بريف وريني الفيلانز اللي عندك. يا نهار ابيض في فيلان رقمها واحد اسمها الديفولت موجود عليها مين يا معلم؟ كل البورتات بتاعتنا اهو. وعشان كده كنت انا بقول لك زمان كل البورتات بتاع السويتش موجوده في وان برودكاست دومين. ليه موجوده في وان برودكاست دومين؟ لان كل البورتات بتاع السويتش جوه الفيلان رقمها كام؟ واحد. اه صح كده. وعشان كده هما بيضيفوا بيتكلموا بعض. دلوقتي بقى هتاري انا فيلان جديده واخد البورتات اللي انا عايزها من فيلان واحد او ده فيلان جديد. حضرتك انا ممكن اكلم فيلان واحد. كانت ايه؟ فيلان واحد. انا ما بقولش كلمه فيلان واحد. هي اصلا جاي من كلمه فيلان واحد. هي بتكلمني يا محمد فيلان واحد. انما انا بعد كده بقى هكلم فيلان اثنين وثلاثه واربعه وخمسه. يعني كلمتها واحد بس. واحد. يعني انا ممكن اكلم اللي هو الثلاث شبكات او الاربعه على حسب الشبكات اللي انا عايزها. اللي انت عايزهم الله يكرمك. وكل البورتات بتاعتك موجوده فين باي ديفولت؟ في الفيلان اللي رقمها واحد. يعني كل البورتات باي ديفولت موجوده فين؟ في الفيلان واحد. كريت فيلان رقمها 10 واسمها مبيعات. وعايز احط فيها خمس بورتات من واحد على واحد من زيرو على واحد لحد زيرو على خمسه. ايه اللي هيحصل؟ اول ما تحط فيها البورتات البورتات تنشال من الفيلان واحد تروح للفيلان كام؟ 10. انت كده عزلت الخمس بورتات دول. بقوا الفيلان واحد لوحدها والفيلان رقمها 10 لوحدها. الله يكرمك. والبنان واحد ديت يا جماعه ما ينفعش تنشال ما ينفعش يتغير اسمها اهو. يبقى البنان واحد دي اهو يبقى باي ديفولت يا جماعه باي ديفولت لما باجي من السويتش من المصنع باي ديفولت اول سويتش بورتس كل البورتات بتاع السويتش ار ممبر بتبقى اعضاء ان فيلان رقمها كام؟ واحد. الفيلان واحد دي اسمها الديفولت فيلان. هي اسمها كده ديفولت فيلان اللي جاي من اول ما السويتش خرج من المصنع تمام كده كل البورتات موجوده فيه. الفيلان اللي رقمها واحد دي ها كانت ديليت ما تعرفش يا معلم تلغيها. كانت ريني ما تعرفش تغير اسمها. يعني ما تعرفش تغير الديفولت ده هتسميها ميدو مثلا صح كده؟ طيب يبقى كانت ديليت وكانت رينيم ما تعرفش تغير اسمها ولا تعرف تلغيه. بس انا لو خدت البورتات كلها
بس اه موجوده بس فاضيه. بس فاضيه وده طبيعي. انا عايز عشان السكيورتي افضيها. فضيها يا عم فاضيه بس موجوده لازم. اه حلو لانك ما تعرفش تلغيها يا عم محمد. هقول لك بقى اهو تمام حلو كده. هي اللي شايله كل حاجه. بس في عندنا يا عم رضا، بص يا عم رضا عندنا ايه؟ عندنا في كمان 3 فيلان تانيين او 4 فيلان مش مستخدمين، 1002 و1003 و1004 و1005. دول كده دول كده موجودين للتكنولوجي اللي كانت موجوده زمان. الحاجات بتاع الاف دي دي اي والحاجات بتاع الفايبر والحاجات بتاعت ايه؟ توكن رينج وكده. يبقى ده بيسموها الليجسي، ليجسي تكنولوجي. التكنولوجيا القديمه عشان لو حد لسه شغال عنده التكنولوجيا دي يعرف يربط السويتش ده معاها. يبقى في عندنا كام فيلان موجوده على السويتش باي ديفولت؟ 5 فيلان اسمها الفيلان واحد اللي شايله كل البورتات، واربع فيلانات التكنولوجيا اللي قبل كده القديمه قوي. يبقى لما يجي لك في الامتحان هو كارت فيلان 10 و20 ويقول لك عدد الفيلان اللي موجوده على السويتش بكام؟ 7. الاثنين الجداد انت كريتهم والخمسه القدام صح؟ ها ما دول موجودين من فعل ولا ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. اه الفلور معاك معاك لحد 101 بالظبط كده. بس بيسموا الرينج من 1 لحد 1005 نورمال رينج. انت وانت بتقدر تشكر غير كام؟ من اول 2 لان الفيلان 1 ما يقدرش يكريت. من اول 2 لحد 1001 1002 و1003 و1004 و1005 موجودين. حلو كده ولا معايا؟ ها طيب تعال نكريت فيلان بقى. هكريت فيلان اسمها 10. يلا تعال عشان اكريت فيلان لازم الاول يا عم رضا اخش على ايه؟ على الجلوبال كونفجريشن. نعم اه ما تعرفش تلغيهم وما تعرفش تغير اسمهم. تمام فيلان رقمها 10. النيم سيلز ممكن ما اكتبش النيم يعني اكزيت اهو. فيلان رقمها 20 ومش هسميه. هو هيسميها لي. حلو الكلام؟ طب تعالى عايز اتاكد ان هم اتكريتوا. اعمل كنترول زد واعمل شو فيلان دريف. ادى فيلان رقمها 10 واسمها ايه؟ سيلز. وادى الفيلان رقمها 20 انت ما سميتهاش زعلان، هو سميها لك. اديلها اسم هو من عنده. انما ما تنفعش تعمل فيلان من غير رقم. حلو الكلام؟ بس خد بالك يا عم باسم الفيلان الاثنين فيلان انت كريتهم فاضيين ما فيهمش حاجه لسه. صح كده؟ يبقى احنا اول خطوه عندنا عملناها ان احنا خدنا ازاي نكريت الفيلان اهو. اهو. بس اعمل فيلان اهو اكتب رقم. اهو. اه بالظبط. ادى الفيلان اهو. ادى الشابتر بتاع الفيلان. حالا اهو. حالا اهو. بس اه فيلان ورقمها الفيلان ورقمها لا مين قال كده؟ ما كتبتش حاجه. انا كتبت حاجه؟ كتبت فيلان يا واد اسمها رقمها 20. رقم الفيلان 20 مش رقم البورت خالص. ليه دخلك رقم البورت؟ هو بقى عايز اسميها فيلان 100 فيلان 200 فيلان 500. انا رقمها 100 رقمها 20 رقمها 500. اي ارقام اي ارقام رقم رقم اه ايه الاثنين دولك يعني ايه الاثنين دول بقى عندي اثنين فيلان واحد رقمها 10 وواحد رقمها 20. يا عم انت رقمك جوه الكليه 10 رد رقمك جوه الكليه 20 بحدد لك رقم بطاقتك 10 رقم بطاقته 20 ايه 20 10 ده مش معنى 10 ايه ممكن يخليها 2 او 3 صح؟ انت فاهمني؟ هو 10 ولا 20؟ لا 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 خالص هو 10 هفكر انت حد ممكن بس اصبروا بس اصبروا بس اصبروا بس فيلان 10 ده رقم فيلان اختاره زي ما انت عايز. مش احنا قلنا يا معلم بنختار رقم البورت رقم الفيلان من الرينج ده وقعدت تسالني في الرينج اللي هو ده. اختار يا معلم اي رقم من دول. اه اي حاجه يا عم بس من مثلا ها اختار اي حاجه يا عم. ده رقم الفيلان ده رقم الفيلان اه كان ممكن واحد تاني كان ممكن واحد تاني محمد يعملهم فيلان رقمها 2 فيلان 2 وفيلان تانية فيلان 3 ماشي. انا كنت رقم فيلان 10 اه كتبت ايه فيلان 20 دي بقى؟ فيلان ثانيه خالص فيلان ثانيه واحد ثاني. انا عايز اكريت ثلاثه فيلان على السويتش. ثلاثه فيلان على السويتش. هكريت واحده فيلان 10 واحده فيلان 20 واحده فيلان 30. ايه رايك؟
حلو كده؟ نورمال لازم تبقى يا جماعه اي رقم اي رقم اهو دخلت اهو يا معلم اهو قلت له كونفيجر تيرمينال في لان 10 النيم مبيعات اكزيت في لان 20 النيم مارك ماركتنج تسويق اكزيت في لان 30 النيم اي تي. كان ممكن محمد يعملهم ايه 2 و3 و4 بس انا كمان 10 و20 و30 شكلهم حلو اللي عملهم 10 و20 و30 بس خلاص دخلت على الراجل بيلاقي برضه 30 هي هيعمل اوفر رايد هشيل قديم بس مش هحطه المرتبه لازم اه هشيل قديم مش شايف تمام ما هو انا عملت عليهم اهو اللي كنت مكررتهم عملت عليهم تاني تمام اهو يا معلم كوبي اهو يا معلم اهو حطهم هنا اهو ايه المشكله بقى اهو ادي البلان الاولانيه وادي البلان الثانيه وادي البلان الثالثه كريت بس فاضيين دلوقتي مفيش فيهم بورتات يعني لو جيت دلوقتي عملت الشو اهو كنترول زد شو في لان بريف هنلاقي ايه هنلاقي الفيلان رقمها واحد من الكريت واخده كل البورتات الفيلان 20 وال30 وال10 وال20 وال30 ما فيهمش حاجه اهو فاضيين اهو انا خلصت اول خطوه اهي صح كده كوبي اهو وحطه فين في النوت باد اهو طيب انا عملت بس البلان 10 20 30 عشان خاطر في ثلاث اقسام عاوز اعمل الله يكرمك انا دلوقتي لو عندي اكتر عاوز ازود بعد كده اعمل بلان 40 بلان 50 ما اشوفش اللي انا عملته لا ينفع عايز تعمله اعمل بس كده تمسح القديم هتمسح القديم اه يعني واحد واحد عنده فيلان رقم 10 يخش يعمل فيلان 10 ثاني 10 عشان عايز غير حاجه 50 70 80 بالظبط لا خالص حلو كده لازم تمشي 10 20 اه بالظبط لو انت عايز هو الناس عملت فيلان 20 حطيت على مثلا ده 5 حبيت ازودهم بعدين اكتب زي ما انت عايز بس لسه انا ما خدناش زيوت البورتات زي يا محمد بص ازاي طيب انا كده عملت اول خطوه يا شباب اول خطوه ايه اول خطوه عملتها انا كريت الفيلان صح عايز اضيف فيها بورتات بقى عشان اضيف بورتات جوه الفيلان خطوتين اتنين لازم الاول احول البورتات لاكسس نفس البورت سكيورتي وبعدين اضيفها جوه الفيلان يبقى انا هعمل كده كم خطوه على كل بورد خطوتين احوله الاكسس وبعدين اضيفه جوه الفيلان لما تضيفه جوه الفيلان يا محمد زي ما انت عايز ممكن امشيهم بورد بورد او ممكن اعمل رينج وبدخل على مجموعه مجموعه اي ما انت عايز حلو طب انا ضفت خمس بورتات من واحد لحد من زيرو لواحد لحد زيرو على خمسه جوه الفيلان 10 ايه اللي هيحصل؟ كده انت بتاخد من 0 على 1 لحد ال 5 من الفيلان 1 توديهم للفيلان الجديد. عزلتهم كده عن بعض. حلو؟ تعالى كده نشوف ازاي بنعملها. يعني يا محمد انا عايز ايه؟ اضيف خمس بورتات فعشان ما تتعبش نفسك وتخش عليهم بورت بورت تقوم عامل الكوماند ده انترفيس رينج فاست ايثرنت من 0 على 1 لحد كام؟ خمسة مش انت عايز تزرع واحد لحد خمسة؟ حولهم الأول يا معلم أكسس سويتش بورت مود إيه؟ أكس سويتش بورت أكسس إيه؟ فيلان 10 خدهم كوبي أهو بس يا معلم أهو خدهم كوبي أهو وحطهم فين؟ في النوت باد أهو صح كده؟ لما تيجي دلوقتي تعمل لما تيجي دلوقتي تعمل شو فيلان بريف شايف هما كانوا فين؟ زيرو على واحد لحد خمسة؟ من زيرو لواحد لحد خمسة كانوا جوه الفيلان كام؟ واحد وفيلان 10 كانت فاضية. انت
تعال شوفهم بقى دلوقتي يا معلم بقى اول ازاي دلوقتي كنترول زيرو شو VLAN بريف اوبا بدايه زيرو على واحد الفيلان واحد بقى اتنين بقوا شويه البورتات اللي فوق دول ما يعرفوش يكلموا البورتات اللي تحت دي تمام طيب عايز اضيف من زيرو على ستة لحد عشرة في الفيلان عشرين ومن عشرة لحد خمستاشر في الفيلان تلاتين من عينيا كل دول على شبكه واحده صح يا واد زيرو على واحد لحد الخمسه عشان شبكه واحده تمام انت كده بقى عندك شبكتين دلوقتي صح اهو اهو كوبي اهو بقى عندك دول شبكه يا معلم ودول شبكه صح يا عم باسم دول معذور عن دول ده برودكاست وده برودكاست تاني ده سويتش وده سويتش تاني ليك حق ده تقول كده بقى ده سويتش وده سويتش تاني خالص لان عملت سويتشين اه يا عم ده راجل جنبي ده راجل ده كابل داخل ده جنبي يا عم لا بس ده شبكه هو شبكه تاني صح كده نعم ايه يا عم مش حابك احمد طيب يلا يلا هنخش ايه يا جماعه نضيف البورتات الثانيه كونفيجر تيرمينال انترفيس رينج فاص ايثرنت 0 على 6 لحد كام سويتش بورت مود ايه سويتش بورت اكسس كام VLAN 20 تمام اهو كوبي حطه فين في النوت باد اهو طب عايز اضيف ال 11 لحد ال 15 يبقى اكزيت انترفيس رينج فاست ايثرنت من 0 على 11 لحد ال 15 سويتش بورت مود ايه؟ اكسس سويتش بورت اكسس VLAN 30 اهو حلو قوي ربنا يهدي الحال اهو بعد ما الراجل قسم محمد انزلق في بورت بعد ما قسم جاله موظف جديد تبع المبيعات بسيط قوي هيعمل ايه يعني نفس الكلام يقوم بس داخل ايه اكزيت انترفيس فاست 0 على 16 اول بورت فاضي سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت اكسس VLAN 10 يا عم المشكله يبقى ال 10 اديتها من 1 لحد 5 و16 بس ياخد ال بس هو يحطها اه شفت شفت المرونه يعني لو جيت كده قمت ايه شو VLAN بريف قال لك ايه من ال 1 لحد 5 و16 تبع ال 10 بس بس الاول احول البورت الاكسس وبعدين اضيفه جوه الفيلان طب البورتات طبعا لو كلها مثلا لو عايز اخد بورت من حد تاني ينفع برضه ينفع يعني ايه الراجل بيقول لك انا عايز اخد البورت رقم 0 على 5 اوديه الفيلان 20 يا عم حد هيحوشك والله ما حد هيحوش كونفيجر تيرمينال خش جوه البورت انترفيس فاست 0 على 5 سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت اكسس VLAN 20 تاخد بالك كمان انت ممكن ما تسيبش مود اكسس لانه اصلا حالته اكسس قول يا محمد اه بس مش بعد بقول ده المفروض بقى نعمل اللي هي كوبي كوبي لسه 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 ما قلتش لسه ما قلتش لسه ما قلتش ده لسه ما قلتش الكلام ده لسه ما قلتش الكلام ده تمام اهو كوبي ده الكلام ده اهو لا زي ما انا عايز اعمل اللي انا عايزه في السويتش بتاعي اهو حلو يا معلم طيب عايزين بقى نطبق عملي بقى نطبق عملي ازاي نحط بقى اجهزه بقى وكده نظبط نفسنا قد اهو هجيب واحد اتنين دول بتوع المبيعات دول بتوع التسويق دول بتوع الاي تي وده كابلات اهو من 0 على 1 لحد كام؟ لحد الخمسة صح؟ أهو
طيب البلان التانية من كام؟ من ست. لما اجي اوصل يا معلم اوصل ستة اهو اهو والسبعة. طب التاني من اول كام؟ 11 اهو. شفت؟ مش اي بورتات اهو. اه يا عم صح ولا ايه؟ ولا انا ماشيهم ورا بعضهم يبقى انا اللي عملته عجنت صح؟ ما تشغل يا ابني التكييف يا ابني. امال مديك الريموت ليه؟ كل ده مش شغال. حلو كده؟ في حد عنده مشكلة؟ المشكلة بقى جاية اهي. قال لك كل فيلان، كل فيلان اتش فيلان هاز هاز ايه يا جماعة؟ ادفرنت سبنت، ادفرنت نتورك. الله يكرمك، كل فيلان ايه شبكة واحدة. يعني ايه؟ الفيلان اللي رقمها 10 هدي لها اي بي 192.168.1.0. الفيلان 20 هدي لها اي بي 192.168.2.0. الفيلان 30 هدي لها اي بي 192.168.3.0. كل فيلان لها شبكه لوحدها يا معلم صح؟ ما ترجعش تقول لي بقى ان هم على سويتش واحد لا يبلوم كام نفس الصدمه. يبقى انت كده بتوحد ماشي يا عم باسم تمام. يبقى لما اجي ادي ايباد بقى يا معلم ايباد حاجه ولا شغل حاجه؟ اه بالظبط اهو. لما اجي ادي ايباد اهو يبقى ده ايه يا شباب؟ ده تبع الواحد. يبقى اديله اي بي 192.168.1.2. طيب ده تبع الواحد يبقى اديله كام؟ 1.3 صح؟ اهو حلو الكلام كده. طب ده تبع الشبكه الثانيه ادي له اي بي 2 اهو. بس 2 ايه؟ 2 دي شبكه ثانيه خالص صح الكلام اهو. وزميله اللي جنبه كام؟ 2.3. بخش على كل الجهاز و لحد ما ناخد ازاي بقى نعمل دي اتش بي ونخلي الايباد يتوزع اوتوماتيك. ها ده تبع كام؟ 3 اهو. 3 2. طب وده 3 3 اهو. حلو الكلام كده. طيب لا كلهم واصلين. ده لا كلهم منورين يا عم. هو واصلين جهاز وفصل مننا اهو اهو. بص كده لو الراجل ده عايز يكلم الراجل ده ما يكلمه يا عم. امال تعالى نعمل سيميوليشن كده شغال اهو. مش معايا في نفس الشبكة؟ زي الفل. طب الراجل ده عايز يكلم الراجل ده كان فيه خلص اهو. الراجل ده عايز يكلم الراجل ده. طب الراجل ده عايز يكلم الراجل ده عادي جدا اهو اهو يا عم رايح جاي اهو. مقدرش اكلم الناس غير الناس اللي معايا في نفس النتورك بس. طب واحد بقى يستعبط ومعامل كده الجهاز ده هنديله اي بي من الشبكه 1. مش ممكن حد يستعبط؟ بس انا ملبسه في مين؟ في الفيلان الثاني. طب خليه يكلمه كده هيعمل 4 فاضي. اسف من هنا لهنا. يلا يا عم الراجل بيدور عليه في شبكته مش لاقيه اهو. عمره ما يقدر يوصل له اهو. هو مكتوب ايه؟ مكتوب في الباك يا محمد 1 2 عايز يكلم 1 4. هو لما يجي حد يكلم حد بيعمل ايه؟ 4 عشان يشوف الماك بتاعه. بيعمل 4 ما يلاقوش معاه في الشبكه بتاعته عشان هم مفصلين عن بعض. يعني هو 1 2 خط 1 انا راجل
النت ايه يا عم دلوقتي دخلنا في النت؟ انا بتكلم على الشبكه على خط النت نفسه. انا عندي خط واحد مثلا خط خارجي النت يعني اليوم كلهم وعايز كلهم يخشوا النت يعني اه دي بعدين ان شاء الله اقدر اعملها تمام كده اقدر اعملها احط راوتر نت واعمل حاجه اسمها ديفولت روت هيكلهم هيخشوا نت بس اصبر بس عليا عرفت دلوقتي في الشبكه الداخليه عندك جوه الكليه عندك ازاي تقسم سويتش لاكتر من شبكه وتوصلهم عن بعضهم بعد كده بقى عايزين ندخلهم نت كلهم مع بعض هندخلهم لك نت بس كلهم مفصولين عن بعض ما يكلموش بعض بالظبط هنسى بدري شويه تمام كده في حد كده عنده مشكلة.